في عام 1990 كان عدد الأشخاص المصابين بمرض السرطان هو 1 من 20 شخص، أما في عام 1940 فازداد الرقم وأصبح 1 من 16 شخص، وفي 1970 ازداد الرقم أيضا وأصبح 1 من كل 10 أشخاص مصاب بمرض السرطان. والآن وحاليا الأطباء يتكلمون عن في السنوات القادمة راح يزداد هذا الرقم وراح يصبح 1 من كل 3 أشخاص مصاب بمرض السرطان. أرقام مرعبة بصراحة، لكن ما هو السبب وراء انتشار هذا المرض؟ هل هي شركات الأدوية وعدم قابليتها على صناعة دواء للتخلص من هذا المرض نهائيا؟ لا، الجواب راح يكون لا. السبب الرئيسي في انتشار هذا المرض هو عدم المبالاة وعدم الوقاية من هذا المرض. واليوم راح نتكلم عن عدة عوامل التي تقينا من هذا المرض وتقلل نسبة إصابة بهذا المرض إلى أكثر من 80%. فخلينا نبدأ. ومن أهم هذه العوامل والعادات هي اتباع نظام غذائي صحي يتميز بالإكثار من الخضروات والفواكه، وأيضا الإكثار من شرب الماء الخالي من الفلورايد. وجود مادة الفلورايد في الماء يساعد على عدم تسوس أو الحماية من تسوس الأسنان، لكن تجمع هذه المادة داخل جسم الإنسان يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السرطان. ثانيا، الصيام ليومين أو ليوم واحد من الأسبوع كحد أدنى، وهذا ما عهدناه من نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. والصيام فوائد كثيرة، ومن أهمها هي التخلص من هذا المرض، وإن شاء الله راح أسوي فيديو أتكلم فيه عن فوائد الصيام. واللي بعدها فراح تكون زيادة الحركة، تقليل الوزن، وممارسة الرياضة. أيضا الاهتمام بالنظافة والابتعاد عن المناطق الملوثة، الابتعاد والانقطاع نهائيا عن التدخين والمشروبات الكحولية، أيضا الابتعاد عن الطعام المعلب أو الطعام المطبوخ بطرق معقدة، وأيضا الابتعاد عن القلق والتوتر المبالغ، والتقليل من أكل الحلويات والمشروبات الغازية، وأيضا عدم اللجوء إلى الأدوية إلا بعد تبين وتأكيد وجود المرض، خصوصا أخذ أدوية الأنتيبيوتيك أو المضادات الحيوية، لأنه أخذ هذه الأدوية صحيح راح يقلل وقت المرض، لكنه راح يستنزف ويضعف من الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هو المسؤول عن حماية الجسم، وأن تسمع هذا الشيء مني شخصيا قد يكون شيء غريب، لأني راح أحصل في نهاية هذه السنة على شهادة الماجستير بعلم الأدوية الفارماكولوجي، لكن هي هذه حقيقة الأدوية. أدوية تنأخذ فقط عند المرض، والمبالغة فيها يضر أكثر من ما ينفع. عامل من هذه العوامل التي تقينا من مرض السرطان هي راح يكون في تنظيم حياتك، تنظيم وقت النوم، تنظيم وقت الاستيقاظ، وتنظيم وقت العمل، وأخذ الراحة الكافية، والحرص على النوم في مكان مظلم تماما. وبهاي وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. إن شاء الله راح أسوي فيديو ثاني أتكلم به عن نظام غذائي صحي لجميع أيام الأسبوع. إلى لقاء آخر، دمتم بخير.